بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. حلق اللحية بالموس عمدا بدون عذر كبيرة من الكبائر، وتخنث، يعني اللي بيعمل كده يعني والعياذ بالله بيعمل أفعال، بيعمل فعل يعني مخنثين المتشابهين بالنساء، وأيضا تشبه من النساء، يعني التخنث وتشبه من النساء. وانا حاضر لحضراتكم تحت الفيديو ده رأي حوالي 25 عالم في هذه المسألة، وهتذهلوا من قراءة من عندما تقرأوا رأي هؤلاء العلماء. ويكفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي اقل درجاتها الحسن، حديث حسن، عندما دخل عليه رسل كسرى بعدما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وارسل اليهم، فدخلوا عليهم فلهم لهم محلقين اللحية وتركين الشارب، فنظر إليهم صلى الله عليه وسلم ثم أشح وجهه، ثم نظر إليهم مرة أخرى في الحديث وقال لهم: ما هذا، أو ما حملكم على هذا؟ وفي رواية أخرى أضعف شوية لنفس الحديث من طريق آخر قال لهم: ويلكما، ما هذا؟ فقالوا له: أمرنا ربنا بأن نحلق هذا ونعفي هذا، ربنا اللي هو كسرى زي ما هو بيسموه. قال لهم: اما انا فامرني ربي بان اعفي هذا واحلق هذا. وفي روايه اخرى بان اخالف سنتكم، لان مخالفه الكفار او المجوس امر شرعي، ان التشبه بهم يعتبر من تشبه بقوم فهو منهم. ف بل في دليل اكثر من كده، سيدنا عمر كان بيرد شهاده اللي بينت في حياته، بينت في حياته مش بيحلقها بالموس، يعني بيقطع بيشيل منها شويه، بيشيل منها كده. كان سيدنا عمر كان بيرد شهاده هذا اللي بيعمل كده، واللي بيرد، وطبعا معروف ان الانسان اللي يكون مردود الشهاده هذا معناه انه والعياذ بالله فاسق، غير موثوق فيه. فسيدنا عمر كان لا يرد شهاده اللي بينت في حياته، ده مشكله. بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ليس منا من لم ياخذ من شاربه، ليس منا، زي ما بيقول من غشنا فليس منا، برضه في الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في هذا الحديث: ليس منا من لم ياخذ من شاربه، يعني اللي بيحلق الشارب بتاعه، لان تربيه الشارب في سنه اليهود، وتربيه الشارب ليس من النظافه الشخصيه، لانه الشعر بيكبر بينزل جوه الفم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم ياخذ من شاربه، فما بالكم باللي بيحلق حيطه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، واتكلم على الشارب، فما بالكم بدا. فانا حاضر لحضراتكم راي 25 عالم بعد كل الكلام اللي انا قلته ده تحت هذا الفيديو، بتعلموا ماهيه حكم حلق اللحية، وإن الإمام مالك قال إن الذي يحلق اللحية فاسق، ولا يعني، وطبعا ده أخذ من سيدنا عمر، وترد شهادته ولا يقبل شهادته. فحضر حضراتكم 25 رأي 25 عالم، يا ريت تقروهم، ويا ريت بعد كل هذه الأدلة نتقي الله سبحانه وتعالى، والناس اللي بتحلق لحاها بالموس تتقي الله سبحانه وتعالى، لأن حلق اللحية عمدا هو تشبه بالنساء وتخنث والعياذ بالله، يعني يعتبر يدخل الانسان في دائره الفسق. طب بعض الناس يقول لك: لو ربطها هيحصل كذا، وهتحصل لي مشاكل وفي شغل. تستطيع انك انت تاخذ باقل، يعني في راي قاعده اقوال الشافعي ان ما يعني ما يطلقهاش قوي، لكن تبقى ظاهره ومنبته كلها، بس ما تبقاش كبيره قوي. ده اخف الاراء، وان كان كتير من العلماء قالوا لا يجوز الاخذ منها اصلا، لكن في ممكن بعض الاراء اللي فيها نوع من التيسير شويه، ان هو ما يعني ما يحلق ما يطلقهاش قوي، ولكن على الاقل ما يحلقهاش بالموس، بس تبقى لازم تبقى بينك وبين يبقى في نوع من الخشونه في الوجه، ويبقى في شعر باين في الوجه، لكن ما تبقاش كبيره قوي. ده اخف الفتاوي، او اخف ايسر الفتاوي في مساله اللحيه، ولا شيء بعد هذا، يعني هذا اضعف الايمان. فانا حاطر على حضراتكم راي العلماء كلها تحت الفيديو ده، فيا ريت نتقي الله سبحانه وتعالى. والناس اللي بتحلق وشها بالموس ده نوع من التنعم والتشبه بالنساء، يا ريت نتقي الله سبحانه وتعالى ونتوب الى الله سبحانه وتعالى. والا فستسأل يوم القيامه وستأسم اسم كبير امام الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.